توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 13 شباط إلى السبت 19 شباط مع عالمة الفلك جمانة بيسي. أهلا وسهلا جمانة، أهلا كيفك؟ لينا، الحمد لله. شو وضع الأبراج؟ مرتاحة شوي، البعض منهم على مرتاحين، الرغم من كل هالسترس مرتاح البعض؟ يعني على الإيه، على الصعيد الفردي أحيانا الواحد بيكون عنده أشياء عم يعملها، لو حتى من خلال البيت. وفي ناس يمكن عم كمان عم يجربوا شوي، عم يعملوا أشياء بمكاتبهم وهيك، وفي عروضات على بعض الأبراج على إيجابية لإلهم. يعني ما يعني إذا خليت، يعني إذا خليت بليت، يعني بضل في أمل. لولا فسحة الأمل لذاك العايش، بضل طبعا واحد عنده إشياء ينجزها، وخاصة مولود الحمل. هذا الأسبوع أسبوع عروضات، هو تحت العروضات عليه إنه يغتنم الفرصة، ما تفكر فيها أبدا، عليك إنك تغتنم الفرصة، لأنه عصفور باليد ولا عشرة على الشجرة. هذه نصيحتي لك مولود الحمل، وما في مجال إنك تفكر، فاغتنم الفرصة واقبل هذه لو عرض واحد من بعد هالعروضات اللي عم تتقدم لك هالاسبوع. مولود الثور، انت عليك انك تاخذ بنصائح الاخرين، وخاصه من هو اكبر منك سنا وخبره، وهالاستشاره ممكن تستفيد منها بحياتك بكل خطواتك العمليه. هلا بالنسبه لمولود الجوزاء، عليه انه يهتم بصحته كثير هذه الفتره. دائما كنت انا اقول له ما تتسرسب ولا شيء، ولكن صحته مطلوب منك انك تهتم فيها اكثر. ودائما النوم، يعني هو دائما عم هالفتره عم ضله سهران، عم يفكر شو بكره، شو بده يعمل بكره، يتركه على رب العالمين، بيكون افضل لك مولود الجوزاء. بالنسبه لمولود السرطان، وبلش رجب، نحن اليوم اول رجب لينا، واحد رجب، وبلش الهلال هلا، وخاصه هو السرطان هو كوكبه القمر، فبناسبه لمولود السرطان هالثلاث ايام انك شو ما بدك تعمل فيه، هون الطلب موجود عندك، تقصد شخص حابب منه مساعدة ما راح يرفضه أبدا. أنا بعطيه نصيحة، يمكن هو مش عارف، أحيانا الواحد بيروح بأيام القمر بالنقصان والزيادة ما بيلبوا لمولود السرطان، لكن بأيام الهلال، هن ثلاثة أيام، فينا نقول هن ثلاثة أيام الهلال، أي طلب عنده إياه مولود السرطان، أي طلب عنده إياه ممكن هلأ هالأسبوع يلبوه، خاصة هالثلاث أيام، يعني اليوم وبكرة وبعد بكره. ودائما لما بيشوف الهلال يقول هل هلالك، يعني دائما نحن كنا نقولها نحن وصغار، ولكن هذه دعوه لمواليد السرطان، لانه هو كوكبه القمر، صحتك على احسن ما يرام. بالنسبه لمولود الاسد، اللي هن هالفتره بقول له ما يحكي اسراره قدام حدا، عليه انه يحتفظ فيها لنفسه، خاصه اللي بتخص اموره العمليه، لانه في اصحاب بدهم ينقلبوا الاعداء عليها الاسبوع، وخاصه لانه هو انسان عم بيحط خطوات عملية على الطاولة، وعم بده يحاول هلأ يحاول ينفذها هالأسبوع، لكن هناك بيفتكر انه في عنده أصحاب، ولكن حيشوفهم، حتنزل أقنعة عن وجههم، حيعرفهم أعداء لإله، فياريت هالشي بيحتفظ فيه لنفسه، وهالأعمال اللي عم بيقوم فيها أو هالتخطيطات اللي عم بيخططها ما يعلم فيها حدا ولو كان من المقربين لإله. بالنسبة لمولود العذراء، أنت قلبك طيب كتير، في حدا عم بيحاول بالكلمة الطيبة إنه ياخد حقك منك، يا ريت لو مرة واحدة يكون حازم مولود العذراء، لأنه في حدا عم بيحاول يكون حواليه بكلمة طيبة ياخدوا له حقوقه اللي هو من حقه، يعني ممكن يكون حق معنوي، ممكن يكون حق مادي، ممكن يكون حق ميراث، فيا ريت يكون حازم هالفترة مولود، خاصة هالأسبوع حيشوف هذا الموضوع. بالنسبة لمولود الميزان، أنت مزاج كتير هالأسبوع، أسبوع مزاجيته حتكون مسيطر عليه، ممكن يفقد أشخاص حواليه على صعيد العمل، فعليه إنه يخفف من مزاجيته، لأنه رح يأذي اللي حواليه، ورح يأذي نفسه، ورح يأذي حتى رؤسائه وصداقاته بالشغل. يعني هلا في ناس مش احيانا بيكون عنده زملاء بالشغل، لا احيانا بيكون صداقات بالشغل، فيا ريت يخفف من مزاجيته، واذا حسس بهالشيء مزعوج عليه انه يبتعد، لانه رح يفقدهم ويفقد السيطره على نفسه وعلى وضعك العملي. بالنسبه لمولود العقرب، هالاسبوع عنده بعض التطورات العمليه، ممكن يخطط لشيء جديد مولود العقرب، بس بدي اقول له عصبيتك ما تستعملها، لانه بعصبيته ممكن يروح
حق عم يطالب فيه بالشغل، فخليك برويه طالب بكل شيء انت بدك اياه، وهو من حقك ممكن يوصل لعندك، لكن اذا استعمل عصبيته بصير الحق عليه مش معه. بالنسبه لمولود القوس، السفر موجود عنده بخصوص عرض عمل لبرا، نطره من زمان، حيجي الموافقه رح يمضي عقد ان شاء الله، وهذا السفر لكثير من مواليد القوس، خاصه اذا كانوا برا يمكن ينتقلوا من منطقه لمنطقه، من مدينه لمدينه، بس هذا اسبوع اسبوع انتقال. بالنسبه لمولود الجدي في فرص مؤتيه له على الصعيد المالي، عليه انه كمان ينتهز هذا الموضوع، وفي حدا رح يعرض عليه شغل انه هو ياخذ ويعطي مع نفسه كثير، فانا بقول له اقبل هذا الشغل، يعني الكحل احسن من العمى، يعني هذا المثل اللي نحن بنقوله، لو انه ما بيحب هذا الشيء يقوم فيه، ف يعني احيانا الواحد من شغل صغير بتفتح له شغله اكبر، فيباشر فيها ولو انه مش على خاطره. مولود الدلو عندك بعد المشاورات مع رؤسائه، مع مدرائه، مع شركائه، شراكة جديدة بدها تتم، بده يفصل عن حدا ويدخل شراكة جديدة، وخاصة هلا هيدا هالشيء عم يدرسه هالاسبوع، يمكن هذا اللي عم نحكيه يتم بشهر 3 أو 4، بس هيدا حيكون دراسات مع شركائه، مع رؤسائه، مع حدا، بس بده يفصل عن شيء ويبدا بمشروع جديد. بالنسبة لمولود الحوت اللي محضر حاله هلا شنتاته للسفر، والسفر كمان مفتوح قدام ان شاء الله، اي بلد حابب يطلع فيها مولود الحوت، لان برجع بقول لك دينا بشهر 2 دائما الحيتان بتبلش تبحر، ما في واحد حوت على الارض الا ما بده يغير، ان كان لمنطقه، ان كان لبلد، ان كان انه يرجع على ارضه، وخاصه كانوا هن هلا بهجره برا، يمكن ينتقلوا على منطقه اخرى، بس يمكن ما يرجعوا على ارضهم الخاصه، لا بس بدهم يغيروا اماكن جديده، مش اماكنهم يبقوا فيها او يرجعوا لاماكنهم القديمه. هذا بالنسبه للابراج. فينا نعطي ارقام الحظ لمواليد هالاسبوع من 13 حتى 19 باط؟ بنعطي لمولود الدلو رقم 7، رقم 9، هول حاعطينهم ورا بعضهم، و 19 21 28، يا ريت يسجلهم، 33 37 41، في 50 برا، او يعني نحن عندنا نحن 41 في يستعملها، في اللي برا يستعملوا 55 اذا كانوا من بلاد برا، وبلبنان يستعملوا 23 بديله، لان اقل شيء لازم يكون 6 أرقام أو 7 أرقام، فهذه ارقام الحظ لمواليد الدلو بتناسبه كثير. شكرا. شكرا لك.